اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، بنرحب بحضراتكم من حقول محافظة الدقهلية مع ابتكار حديث ومميز ومختلف بتعديل وتغيير بسيط قدرت تتفوق على عمل الحصادة والضمامة في حصاد محصول القمح. عماد صبح شاب عنده 33 سنة، خراط معادن وصانع معدات زراعية من مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية. شاب موهوب ومميز، يعني هو بيحب دايما في شغله ان هو يخترع ويبتكر، يدخل تعديلات وتحسينات على آلات زراعية مستخدمة وموجودة بالفعل على أرض الواقع لتطويرها وتحسينها وتسهيل عمل الفلاح. وكان آخر إبداعاته ان هو أدخل تعديلات بسيطة تحسينات على آلة الحصادة الضمامة لتتفوق على الحصادة والضمامة التقليدية في ضم وحصاد محصول القمح بسرعة وإنتاجية أكبر وحجم أصغر وعمالة أقل مع الحفاظ على محصول الفلاح من غير أي هدر. احنا بنتابع مع حضراتكم دلوقتي عمل الحصادة المبتكرة أو اللي يعني قدر شاب عماد إنه يدخل عليها تعديلات وتحسينات تحسن من عملها ويعني تحافظ على محصول الفلاح والمزارع وتقدر ان هي في وقت اقل جدا، اقل من عمل الحصادة والضمامة والكومباين الطبيعي اللي بيستخدم فيه حصاد القمح، انها تقدر تحصد فدان الارض بشكل سريع ويعني وتنتج انتاج اكبر. بنرحب معانا دلوقتي بالشاب عماد، اهلا بحضرتك صاحب الابتكار الجميل. اهلا بك، متعرف بيك؟ انا عماد صبح صاحب ورشة خلاطة. بنشوف الفلاح بيعاني فبنحاول نعدل له حاجه افضل لان كده احنا يعني على حسب اللي موجود. فعملنا الكومباين ده في الاول الانتاج بتاعه بطيء شويه. احنا برضو ما عملناش حاجه، يعني جبنا مكنه ياباني وحطينا عليها مكوك كوري، برضو احنا ما عملناش حاجه، يعني يعتبر ده مش انجاز وده مش ابتكار. يعني لحد ما عملنا الحصاده اللي حضرتك شايفاها دي بايدينا بقى من الالف للياء كلها مصري في شغل ايدينا احنا. اللي غيرته احنا في الاول عملناها من غير ما تربط، تمام. برضو الفلاح يعتبر برضو ما ارتاحش معانا لان بعد احنا ما بنعمل هو بيربط بايده، لكن دلوقتي احنا جبنا المكوك الايطالي عدلناه بمواصفات مصريه بايدينا احنا وثبتناه على المحشه اللي حضرتك شايفاها دي اللي هي اسمها الحصاده، وبتربط بالشكل اللي حضرتك شايفاه وبتساوي بالنظام ده وبالانتاج ده. الحاجه الثانيه ان احنا بنخليها تنزل في الارض تاخد المحصول كله من الارض عشان نوفر برضو علف الانعام اللي هو التبن. يعني زي ما حضرتك شايف السرعه بقى، تاني برضو نتكلم عن السرعه. لو الكومباين مثلا بيشتغل 180 ايراد في اليوم احنا بنشتغل 400 ايراد في اليوم برضو لو الشغل مفتوح. وفرنا سرعه اكبر. وفرنا برضو ان احنا برضو لازم الجرار بيبقى ليه سواق والكومباين ليه سواق، هنا جاز وهنا جاز، استهلاك برضو لصاحب الاله اكيد برضو ما بيقدرش ياخد الاجر الكامل او كما معناه بيخسر. لكن دي دلوقتي هو اللي شغال بنفسه، هو اللي بيحصد بنفسه كل حاجه، واحد بس اللي شغال. انت وفرت العماله؟ وفرت العماله، وفرت جهاز، وفرت وقود، وفرت كل حاجه. الابتكار ده او التعديل ده هو مش حاجه جديده؟ لا هو مش جديد، هو مش ابتكار، هو تعديل. تعديل بقاله كام سنه ده؟ احنا النهارده شغالين فيه بقالنا 5 سنين. انت صاحب التعديل ده والتحديد؟ ان شاء الله. قلت لي بقى مع الوقت بدا ينتشر؟ لا بدا ينتشر، بدانا زي ما حضرتك شايفه كله دلوقتي عاد شغال بيه. وبرضه زي ما حضرتك شايفه التعليقات على الصفحه عندي كتيره على الشغل، لان احنا اي شغل بنعمله بنصوره وبرضه بنعرضه للناس. حتى بعد ما يعني الناس عجبها الموضوع والفلاحين حسوا بفايده؟ طبعا، عشان كده دلوقتي الفلاح اصلا ما عادش بيشتغل الا بيها حاليا دلوقتي. حتى لا وكيلي في حتى يعني عمال بداوا يصنعوها يعني؟ لا اكيد اكيد، احنا ما شاء الله شاطرين، احنا المصريين شاطرين جدا، بنعرف نقلد كل حاجه يعني. ان شاء الله علينا. بتحافظ على محصول الفلاح. لو حضرتك نزلت كده للارض بصيتي بصه، انزلي كده هتلاقي الاشياء تحت مش باينه قوي، قصيره جدا. قصير. احنا اخدنا من الارض خالص من تحت. تمام، احنا بننزل تحت. بالتالي هو كده بعكس الضمامه الحصاده التقليديه
بتسيبه عالي. هي تصنيعها كده، هي جايه من اليابان او من كوريا كده، تصنيعها كده، مش عيب، مش عيبنا احنا يعني، لانه برضه هم بيرفعوه عن الارض لحمايه القلب. احنا بقى صممنا ان هي تجيب من تحت برضه مع حمايه القلب. الشغل، تكرار الشغل، احنا اصلا بنشتغل في المعدات الزراعيه مع الشغل، بننزل نشتغل، وبعدين لما بقى صنع اله بروح معاها اشتغل معاها، بروح اقف معاها وهي شغاله، مش بدي كده وخلاص، باخد خلفيه الشغل، لان احنا مش بنتعلم من اله، احنا بنتعلم من الشغل نفسه. مع الوقت بتحس ان المفروض في حاجات في الضغط، اكيد طبعا في تعديلات، كل شويه في تعديلات، وممكن وانا واقف مع حضرتك الاقي تعديل لو سمحت. انا شويه كان بيفرق معايا الاول، دلوقتي عملنا ياخد الصغير والطويل. لا ما عادتش مشكله، كان الاول القصير تمام، الطويل كان بيقع ما كانش بيتربط، عملنا له التعديل اللي هو ممكن يخليه يقف زي ما انت حضرتك شايفه كده، وبينزل بشكل متساوي بالظبط. هي بتجيب القمح على جنب، ده عكس الكومباين طبعا، الكومباين بيجيب الورق، احنا بنخليه على جنب عشان برضو الجرار يعرف يشتغل، ما فيش حاجه عكسه. يعني بالتعديل البسيط ده انت قدرت ان انت بالتطور ده الشغل ده هيتفوق على شغل الضمامه الحصاده ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد من حيث السرعه ده ممكن ان شاء الله في نص ساعه باذن الله، ان شاء الله ممكن اقل، ممكن ساعه ونص ساعتين. السر في التعديل، السر اكيد في التعديل. ما انا مش هجيب جرار زراعي واجيب مكنه واجيب واحد يسوق الجرار واحد يسوق المكنه، طب صاحب الاله كده طب هيعمل ايه؟ لا هو نفس الجرار اللي هيشتغل وهيتنقل والمعده وراه ومفيش اي مشاكل. هو مش جديد لكن ما انتشرش لما الناس عرفته، لان يعني طبيعي ان احنا بنشتغل شهر كل سنه، فما يلحقش ينتشر بسرعه، ما يلحقش ينتشر، وعيوبه ما تبانش برضه. قول لي كده بقى، الفلاحين اللي بداوا يستفيدوا من شغلك وبداوا يستفيدوا من التطور ده فين في محافظاتهم؟ تلاقي المحافظات باذن الله، الشرقيه، المنوفيه، البحيره، وبالذات البحيره على فكره، لان البحيره بلد جميله جدا. والسعيد ان شاء الله. اتفضلي. الاول خالص كان انا باللغه بتاعتي اسمه صدر، تمام، للناس بتفهم كلمه حصاده، احنا كشغلنا اسمه صدر، كان كله كده نجوم زي دي كده وسهوم زي دي، ما كانش الاله دي موجوده، فكان بيضم ويرمي على الارض بس متساوي، ولكن مش متربط بالطريقه دي، مش متربط، فالفلاح برده بيتعب بيعاني، بيجي برده يقعد يربط، فاحنا عملنا الاله دي تربط، ثبتناها عليه، اخدنا بس المكوك الصغير، لو ممكن تقرب الكاميرا ممكن اوري لحضرتك. لحظه بعد اذنك، شغل بس حدو. ويتربط بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي، بس اهو ده المكوك اهو. دي الاله اللي انا ما اعرفش صنعها او ما حدش عارف يصنعها، الآلة الصغيرة دي. يعني دي الإضافة اللي أنت ضفتها. شايفة دي؟ دي الدبيج إيطالي أو صيني على حسب ما أنا بشتغل، تمام. لكن كل ده التعديل بتاعنا. المفروض ده بيتصمم على حاجة ألومنيا كبيرة، إحنا لغيناها أصلاً وثبتناها هنا، لأن الألومنيا لو ركبت هنا تتكسر. فإحنا حطينا دي على الآلة الكبيرة اللي شايفاها، عملنا الاستقبال وعملنا السلام بتاعه وبنربط بالشكل اللي حضرتك شايفاه. حاجة كمان الملفتة إن حجمها صغير. حجمها صغير، مش تقيلة، بتتحمل في أي حاجة، وبعدين مش بيحملها، راكبة زي ما هي كده بيروح بها كل حتة. يعني اصلا الجرار مش بيشتغل هنا، ده بيروح محافظات. احنا حاليا دلوقتي في مدينه السنبلاوين ده اهليه، ممكن يخلص الموسم بتاعه ان شاء الله ويطلع محافظه البحيره 200 كيلو، بيروح وبيشتغل وبيخلص وبيجي، ما بيحملش في عربيه. فكتها بقى تقدر دي تعمل كام ارض في اليوم تقريبا؟ دي ان شاء الله انا المعدل بتاعي بتاعنا ممكن يشتغل 15 فدان في اليوم لو الشغل مفتوح، لو ما فيش عطا باذن الله، اكيد ما فيش حاجه ما بتعطلش. بالظبط، ده الخطأ وارد يعني. خطأ وارد اكيد، ده طبيعي. ممكن تعمل 15 فدان في اليوم لو الشغل مفتوح، اقل حاجه باذن الله 10 فدادين باذن الله. لكن في لسه مع التطور ده لسه في لا، احنا يعتبر كده احنا اصلا مش راضيين على اللي احنا عاملينه لسه، لان في جديد. قول لي بقى، انت قلت لي ان انت ناوي كمان تضيف حاجه جديده، ايه بقى؟ فيه محصول جديد اسمه شعير. محصول الشعير؟ الشعير، تمام؟ ده ما ينفعش الحصاده بتحصده ولكن ما بتربطوش، ما بتعرفش تربطه. ان شاء الله ده الجديد بتاعنا، ان شاء الله خلال شهرين بس باذن الله، ان شاء الله الاله هتتعمل
ان شاء الله، لان التربيط هنا بيربط في العالي بس، الشعير برضو ضعيف بيتلوى لان ده بتربط على نظام لمامات. فان شاء الله شهرين كده باذن الله تكون انا خلصت وتتدرب الموسم الجاي ان شاء الله. متابعينا بيقولك احنا عايزين واحده ان شاء الله تحت امرهم. وبالنسبه للمتابعين انا بعمل الاله وبطلع معاها اجربها، ما بقعدش في الورشه، اي اله عندي بتعمل بطلع اجربها بنفسي. وطبعا الناس اللي اخدين مني الشغل هيتابعوني وهيصدقوا على الكلام بتاعي، ولو عندي اي عطل انا معايا الضمان سنه وبروح في المكان اللي هو شغال فيه، ما بخليش يجيلي، انا اللي بشتغل. يعني العطل انت اللي بتصلحه؟ انا اللي بروح اصلحه. انت قلت لي كمان المميز في ده ان قطع الغيار متوفره، كل حاجه موجوده بالظبط ان شاء الله. مش حاجه متعبه يعني؟ لا طبعا. طيب انت قلت لي ان مشروع زي ده او التطوير ده ما كانش بالسهل. لا ما فيش حاجه بالسهل، احنا بنعمل الحاجه بنفشل مره و30 و100 صح، وانا مش هعرف اوصل اللي انا وصلت له ده الا بعد فشل. بس مش فشل في الاله كلها، في قطعه معينه بتعقد الدنيا، لان اله التربيط مش سهله برضه. يعني ممكن اي حاجه بسيطه تبوظ لي كل الشغل. فعشان اوصل للعطل ده اكيد محتاجين تجربه لحد طبعا طبعا. فبالتالي انا بطلع مع الشغل زي ما حضرتك شايفه كده. كمل كمل. سريعه جدا. هو دلوقتي مبطئ عشان حضرتك بتصوري، لكن لو حابه تشوفي الشغل بتاعها. بس هو غلط ان احنا نشتغل على السريع. حضرتك هو ما اخترعش، هو اضاف تعديل تحسين. لا انا ما اخترعتش. طبيعي، هو ما قالش اخترع. انا ما اخترعتش. اضاف بالظبط، لان ما يقدرش واحد يسوق الاثنين، والا قال اذا كان بقى صاحب الاله نفسه وعايز يوفر عماله طبعا، وده حقه، لانه ما يقدرش حتى يجيب الاجر الكافي للجرار وللكومباين والسواقين. يعني اخد مني سنتين مع الشغل ومع التجربه. مع الشغل والتجربه لحد ما اتاكد بالظبط. يعني انا بقول لك بالرغم من ان التطور ده حلو، بس لسه برضه يعني انا المنتشر اكتر في ماما الحصانه اللي بشوفها دايما او لسه بشوفها لحد دلوقتي. كل حاجه بتاخد وقتها وبعد كده الاحسن بيبان. ده اللي اشترى منك الحصانه صح؟ ده يعتبر هو يعتبر هو اللي اشتراها، بس هو السواق بتاعها بس. بالظبط. والله انت اسالي برضه صاحب الارض كمان، لان هو اللي بيدي رايه افضل كمان يعني. عم مصطفى ازيك؟ عرفني بقى كده مصطفى. معاكي مصطفى محمد صلاح من مركز سنبلاوية. انت بطل ولا ما هو شغال على الكومباين الاول تمام، بس ما شاء الله عجبتني الفكره بتاع الجهاز ده، فكره جميله بالنسبه لتربيط الغله، حاجه بسم الله ما شاء الله زي العسل، احسن من كفائتها احسن من الكومباين كتير. الفرق بين دي والكومباين دي نظافه في الشغل اول هام، بالنسبه للضم كفائتها احسن من الكومباين كتير، حتى التربيط بتميله بعيد عنها غير الكومباين. الكومباين الرابطه بتنزل ورا منه ممكن يدوس عليها بتاع ديت، شغلها بعيد عن ال بيجيب الرابطه على جنب بعيد عن الجهاز وبعيد عن الجرار، فكفتها بسم الله ما شاء الله عليها يعني حاجه زي العسل، وربنا يبارك لنا في الباشمهندس عماد حاجه بسم الله ما شاء الله، وربنا يديله الصحه ويتطور اكتر من كده كمان. السرعة في فرق بينها وبين الكومباين جامد، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني، في يعني الفدان معدله ساعة أو ما يكملش كمان. الكومباين واخد وقت ساعتين واستهلاك جاز أكتر. أنت حسيت إن في فرق جامد. بالنسبة للجاز ده بوفر الجاز إزاي؟ ها؟ ده وفر الجاز إزاي؟ وفر مع الفدان ممكن يعمل له ما يكملش ربع جاز. كان في الكومباين ياكل صفيحه الجاز. طبيعي ان الكومباين الواحد عايز جاز والجرار عايز جاز. لا الوقت عن عاد الاله واحده. الكومباين عايز جرار ينقله، اما دي هو ثابت لحاله. احنا عايزين بقى
طب انت هتعرف تقف فين؟ بس لو انت مسكت انه مش هتحكم انا في ال انا معاك يلا امشي كده وشوفوا يعني ايه عن قرب كده ونشوف السرعه بتاعتك. انت بتقولي انت ممكن تسرع شويه، انت بتتحكم في السرعه؟ ممكن اتحكم في السرعه اكتر كده. قول لي خلي بالك انت بس. الفنجان كتير ونظافة في الشغل وما شاء الله شغل زي العسل. اوبا 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 دعب وبقى. طيب استنى اما انزل بقى. انزل لحظة. طب ماشي. شكرا يا عم مصطفى. انت جايبها من امتى العيلة دي؟ العيلة دي اول موسم معايا. اول موسم معايا. بس طلع كفايتها احسن من الكومباين كتير. يعني انا فضلت 4 سنين شغال على الكومباين. على الكومباين الطبيعي 4 سنين شغال على الكومباين، دي اول موسم معايا كفايتها احسن من الكومباين كتير. الفلاح بيطلبها ولا لسه ديت قديمه؟ لا بالنسبه للفلاح طلب ديت اكتر من في المميزات بتاعتها، طلبها اكتر من الكومباين. يعني ما شاء الله الشغل الوقتي كله على الاجهزه دي وهي اللي مطلوبه حاليا. فقبل الكومباين بدا كتير. وانا ما يسلك بس شغل ده حاجه جميله حقيقي. طبعا يعني اللي برضو انت يعني مش انت اي اله حصاد تحتاج تطلع تجديدات. اكيد طبعا. تقيل ان في برضو حاجه انت حسنت من عندنا. احنا بنعمل مش بنعمل الحصادات الغله بس، عندنا تعال بس حضرتك شويه كده. احنا بنعمل حاجه اسمها دراسات قشر، قشر الرز. بنعمل اله بتقطعه بتعمله زي تبن برضو، لان يعتبر الفلاحين دلوقتي عاد برضو بياكلوا قشر رز. فاحنا بنعمل برضو الاله دي اللي هي تقطع القش زي التبن بالظبط بس بطريقه احسن. احنا ضفنا ايه بقى؟ ضفنا ان الاله دي اصلا خطره شويه. لما بنيجي تحط لها الرز القش بتاعها ممكن اللي شغال عليها ما ياخدش باله ايده تتقطع. فدي عيب فيها على فكره. مش الامان فيها ضعيف. بمعنى ان هو المفروض يحط القش بتاعها هي تاخده لوحدها. لا ممكن ما ياخدوش فهو بيحط ايده غصب عنه يدخله فتلها في ايده تقطعها. احنا عملنا بقى الميزه دي ان احنا نحط القش تاخده باسهل سهوله من غير ما ياخد باله. التقطيع حتى برضو بنسهل الشغل بتاعها، الخامات بنزودها، بنعمل حاجات ان هي اعطالها خفيفه. اكيد لازم طبعا. هو احنا دلوقتي يا فندم حضرتك بتقول التقطيع احنا ممكن نبتكر بس على شرط لو الامكانيات اللي موجوده بره عندنا او لو احنا مسموح لنا بالابتكار. احنا مش مسموح، احنا الحمد لله رب العالمين. لا مش مسموح لنا، مش مسموح لنا في من جهه الحكومه، مش مسموح لنا. احنا مش عارفين نشتغل اصلا، مفيش عده نشتغل بيها. العده اللي عندنا بتطبق على قد ايه؟ احنا انا واحد من الناس ما اقدرش اجيب المعده الكبيره اللي ممكن اخترع بيها لانها كده غاليه. يبقى اللي هشتغل به هجيب بقى كود مش عارف عشان اشتغل. احنا بنشتغل على قدنا بالظبط كده. اكيد طبعا. عندي بقى ما هو انا بعمل لكل حاجه حاجه، ما انا مش هعمل حصاده زي دي واسيبها من غير مسن. السكينه اللي تحت اللي بتقطع من تحت عامل لها مسن بتسن لما بتتلم دلوقتي زي المقص بالظبط. لما بتتلم انا عندي الاله اللي بتعمل بس بعملها بطريقه احسن ديجيتال تاتش، كلها تاتش. الطبيعي بتعمل عادي بمفاتيح عادي والاعطال بتاعتها كتير. هو بيتكلم على فكره صح، دواعي الامان في المكنه القش اللي بيتكلم عليها وده اللي انا بشتغلت عليه. ده اللي انت هتعدله؟ ده اللي انا بقى عدلته ان احنا عندنا المكنه وان شاء الله لو هي موجوده دلوقتي كنت وريتك تحط لها القش بس فقط، ما تحطيه هي بتاخده لوحدها وبتدخله وبتدرسه وبتطلعه بطريقه كويسه. مفيش خطوره اصلا، مفيش خطوره، بدليل ان لو حصل لا قدر الله مشكله في الاله
لو هينط منها حديد اتكسر ما يخترقش الساق بتاعها، بنجيب ساق صلب. ايوه. عبده اسد بيقول لك ان الحصاده اوفر في كل حاجه، يعني وضح له بقى النقطه دي، ابتكارك او تعديلك ده ازاي؟ هو يقصد يقصد على اي حصاده، الكومباين ولا الحصاده دي؟ بيقول الحصاده. الحصاده اكيد هيبقى قصده على دي. هي اكيد اوفر طبعا زي ما حضرتك شايفها في الوقت وفي السرعه وفي الاداء وفي الشغل وفي الترتيب. وشايفه الغله مترصصه ازاي، حتى الفلاح هو بانتظام. طبعا بانتظام، بانتظام بعيد عن الجرار ما بيطلعش عليها. احنا كل مشكلتنا اصل الغله هنا بتفرد زي ما انت شايفه، لو مسكتها كده بايدي خلاص فرط في ايدي. اصبح الجرار لو داس عليها خلاص هيفرط بالظبط. فاحنا بنبعدها بعيد برضو، بتنزل بطريقه كويسه ليه ما تنزلش على الشوشه تتقطع. بس تنزل فكرة ان انت هتحل مشكله الشعير دي، لان انا كنت قريب بطور مع حد حصاد عنده حصاد شعير، فكان يعني بعد ما الحصاد هتخلص كان هيربط بايده. فده كان مجهود كبير عليه. ان شاء الله ان شاء الله مش ما ان شاء الله كل اللي الفلاح محتاجه احنا ان شاء الله بنسعى ان احنا نوفره، وبرضو بنساعد صاحب الاله، لان صاحب الاله برضو بيتعب برضو لان عشان خاطر يريح الفلاح اكيد بتاعه. فرق ازاي في حضرتك شايفه اله واحده اللي شغال وشغال اللي فاهم كلامي هيفهمه. هنا الجرار شغال حاجه اسمها سرنسيه. سرنسيه يعني سرعه جذب بطيئه، ما بيجريش، ما بيستخدمش جاز كتير، يعني المكنه مش شغاله سرعه عاليه، ماشي براحته خالص، والحساده واخده سرعتها برضو. احنا واخدين هو سريع، الحصاده سريعه ولكن الجرار بطيء. جرار بطيء خليه استنزف جاز اكتر، جاز اقل مش اكتر. جاز اقل تمام، فما فيش حمل اصلا. عامه الجاز بيتاكل لو في عزم على الجرار، لو في حمل، لو في سرعه، لكن هو ماشي براحته زي ما انت شايفه كده. طب في برضو محمد صلاح بيقول لك المفروض الاله تبقى قدام مش ورا عشان اللي راكب على الجار يتحكم. بتختلف على صاحب الاله نفسها وعايز يركبها فين. بصي مع احترام لحضرته، انا المفروض الاله لما بتكون ورا هنا، هو مشكله الجرار ده في مشكله ان هو المفروض بيعدي القعده، بدل ما هو قاعد يضم بوراه بيضم كده بيلف الكرسي بتاعه. بس هو ما عملش الكلام ده. بيبقى شايف الصدر قدامه، الحصاده قدامه، عشان لو فيها مشكله بيلحقها بسرعه لانها قدام عينه. هو كده يقدر يتحكم اكتر، يقدر يتحكم. لما بيكون في ملفات بتبقى ملفات من ورا، فالصدر ما بيحاولش ان يعمل قش. هو احنا عندنا مشكله فعلا في الجرار نفسه مش في الاله، اللي هو كان المفروض يعدي القعده، لكن ان هي قدام امانها اقل كتير من ورا. يعني هو كده صح ولا غلط؟ لا هو كده صح، القعده بس اللي غلط. القعدته هو اللي غلط. القعده بس اللي غلط. عم مصطفى عدل على شكلك، واكيد في سبب ان هو قاعد كده يعني. هو طبعا يمكن عشان خاطر اخذ الاله في وقت قياسي، ما كانش في وقت اصلا ان هو يعدل الجرار بتاعه. ايوه لكن في استعجال يعني، بس هو مرتاح كده خلاص، المهم ان هو لكن هو المفروض ان هو يلف القعده بتاعه. وطبعا احنا بنصور من زمان، ما فيش اختلاف في الشغل، الشغل من اول ما اشتغلنا لحد ما ما هنخلص ان شاء الله، وزي ما حضرتك شايفه بنفس الترتيب ونفس الشغل ونفس الدماغ. انت تخصصك في الات الحصاد بس؟ جميع الالات الزراعيه والفنيه والصناعيه. في حاجه ثانيه ادخلت عليها تعديلات غير الات الحصاد القمح؟ والله هو انا مش هفتكر عشان حاجات كتير بصراحه، لان اكيد انا عارف انت دايما بتحب تجدد. هو انا في اي حاجه ان شاء الله بحب اجدد. هو احنا كخراطين مجال الخراطه عامه بنحب دايما نبتكر، ما يريحش نفسه، هو عايز يبتكر اي حاجه، يعدل في اي حاجه. احنا شغلتنا كده، ده شغلنا احنا اصلا كده. بالاضافه طبعا ان احنا بنحتاج للكهربائيه، للمسن اللي قلت حضرتك عليه، بنحتاج لناس كتير، قطع الغيار، لازم بنكمل بعضين. لا انا ابويا هو صاحب المهنه، احنا ابا عن جد. يعني انت اشتغلت فيها حبا فيها؟ طبعا حبيت المهنه، انا لما اتربيت لقيت نفسي فيها انا واخواتي. طبعا هو المشروع ده اصلا بتاعي انا واخواتي. قلت لي ان هم دايما بيدعموا بعض ومشجعوا بعض. هم ظهري، هم ظهري مش هم دعمي، هم ظهري، انا ما بعرفش اعمل حاجه من غيرهم. احنا طبعا سند لبعض، انا بفكر هم بينفذوا، والتنفيذ طبعا اصعب من التفكير كمان. ده حقيقي. الاحلى والاحلى ان البصمه دي بصمه مصريه، دي اكيد طبعا بصمه مصريه. ان احنا يعني احنا كنا بنجيبه من بره قطع غيار وتركبوه خلاص. بس. ايوه ما انا بقول كومباين، لما اجيب كومباين ياباني واحط عليه كتله ايطالي انا ما عملتش حاجه، ايه اللي انا عملته؟ هي جايه جاهزه. لكن اللي احنا عاملينه ده طبعا ده انجاز مصر. واكيد برضو كل الشكر والتقدير للناس اللي اشتغلت معانا في الحاجات دي وعملت. انا مش بشتغل عشان انا اشتغل لوحدي. لا احنا كلنا نشتغل وكلنا نصنع.
بس ياكل طبعا. لكن اكيد انا لو اشتغلت واحده مش هكفي كل الناس يعني. لما الطلب انا ما بشتغلش وبحط عندي، انا بشتغل بالطلب. يعني انا اللي بيعرفني اذا كنت انا ناجح او لا الزبون نفسه اللي بيجيني طالب المنتج ده وطالبه بالاسم، انا جاي عايز كذا. فانا عشان ما ادتلوش لقب كده او اسم، هو ايوه هو انا عندي اسمه صدر ضم تربيط، لكن هو الاسم الشعبي بتاعه الحصاده، اللي هو الاسم المتعارف اللي الناس كلها بتعرفه، اللي الفلاح او غير الفلاح بيعرفه، لان هو في النهايه كلها حصيده. زي ما حضرتك شايف مفيش اتلاف اللي بتنزل بالراحه. انا ان شاء الله انا بتمنى والله، بس كله على الله طبعا. بس انا والله انا لما اشتغل لبلدي في مصر بالنسبه لي احسن يعني. احنا لو عايزين نصدر بقى فاحنا عايزين نصدر للبلد اللي احنا بناخد منها الشغل. عايزين نقول لهم ان احنا بنشتغل برضه، هم عندهم الامكانيات احنا ما عندناش، ورغم ان احنا ما عندناش وبنصنع كتير وعندنا الابداع والابتكار. اكيد طبعا، ما هو ده النتيجه قدام حضرتك، ده النتيجه قدام حضرتك. صعبه جدا طبعا، صعبه لان انا ما بشتغلش جنب بيتي، ده انا بلف بلاد، لان احنا ممكن مكان انا فيه مش ارياف، فعشان اجرب مكنه زي دي انا بمشي 300 كيلو 400 كيلو رايح جاي، وبنام في السكه وبنام في الطريق وبنام عند الناس لحد ما اجرب الاله مره واثنين، ولما بيكون فيها عطل بعملها وانا قاعد وبستنى لحد ما تشتغل وتنجح، بعدل فيها برجع بيها تاني الورشه اعدلها تاني، وابدا كل سنه اجدد كل سنه اجدد لحد ما اوصل للنتيجه اللي حضرتك شايفاها. بالظبط كده طبعا، مفيش حاجه سهله لان احنا ما خدناهاش من بره وقلدناها، دي فكرتنا احنا. الاضافه والتعديل ده فكرتك انت؟ طبعا بالظبط. لا هي الفكره كلها بتاعتنا احنا المصريين. احنا ضفنا التربيط عشان برده ما حدش يفهم غلط. لا الصدر ده احنا ما فيش زيه بره، احنا اللي عاملينه. اللي هو ايه ده؟ كده يعني اطلع قدام، ده الشغل بتاعنا احنا. ده شغلنا. ايوه النظام ده شغلنا، مفيش شغل جاي من بره بالطريقه دي بالظبط. ما ده اللي انت دخلته، ده اللي انت ضفنا بقى دي تاني. يعني احنا عملنا دي في الاول، احنا عملنا دي في الاول ورجعنا عدلنا دي، ده التعديل اللي بتكلم عليه اللي هو التربيط. في يعني حاجه مختلفه بالنسبه لحجم الخيط او كميه الخيط اللي بتتحط هنا في الكومباين؟ والله هو الخيط مختلف في النوع بس، لكن حجم الخيط واحد. في صناعه الخيط في خيط مش كويس، في خيط كويس، على حسب. الخيط اللي مش كويس ممكن هو شغال يقطع لوحده، ممكن المكوك اصلا ما يقبلوش، ما يعرفش يقطعه او ما يعرفش يلفه، لان المكوك برضو حاجه دقيقه جدا. فكل ما يكون الخيط كويس كل ما يسهل علينا. غالي شويه بس ريحه العطله برضو اكيد بتخسر. طبيعه الشغل او نوع طول القمح نفسه ممكن ياثر على الاله اللي قدامك؟ نتكلم عملي على الحصاده. احنا كنا الاول بنعمل حاجه اسمها اتنين جنزير، واحد هنا والتاني تحت، شوكتين هنا وهنا. فالقش لما بيكون طويل قوي بيميل سواء هنا او سواء هنا، ولو مال كده بيخش بظهره فما بتربطش، ما بيتربطش. فاحنا عملنا دي اللي فوق دي، اللمامه اللي فوق دي واللمامه دي والجنزير ده مع السنده دي، ان هي مهما القش يكون طويل هو ممسوك من تحت اكنه متعصب، فبيخش بطوله وبيتربط وبينزل وما ياثرش على ما ياثرش. زي ما احنا عملنا فكره ان احنا عشان خاطر القش طويل ما يعكسناش، ان شاء الله هنعمل فكره ان الشعير قصير وهنربطه ان شاء الله. هنربطه ان شاء الله. طبعا. طب من وجهه نظر انك انت شغال في المجال ده، طبعا زمان كانوا انت قلت لي بيشيلوا بالشغل. مع التطور والحداثه اللي بنعيشها دلوقتي يعني على مدار سنين طويله، شغل الشقرف احسن الشغل اليدوي ولا المكنه؟ والله بالنسبه للفلاح لو لا بالنسبه للفلاح هو كان بيشتغل بالشقرف عشان يجيب من تحت قوي، وده اللي احنا اصلا بنشتغل عليه. هو عايز يجيب من تحت خالص، من تحت الارض بالظبط كده. ثم احنا برده ما كانش عندنا الاله اللي كانت تشتغل تريح الفلاح، لكن خلاص كل حاجه النهارده عاد متوفره زي ما حضرتك شايفه، والناس شغاله وتمام وزي الفل. الفلاح دلوقتي ما عادش قاعد زي ما انت شايفه كده، قاعد هناك اهو تحت قاعد تحت الشجره هناك اهو، ماليش دعوه بحاجه خالص.
لكن معلش فدان زي ده ممكن يشتغل فيه من الصبح لحد بالليل، ومش واحد لوحده، ممكن 10 او 15 واحد. كان بيحتاج عماله كبيره، رواتب اكيد طبعا. امال ايه؟ اه طبعا. اه لو ما جابش عماله، ما هو بيشغل اهل بيته. صح، هم متدربين على كده، ده مش عيب، بس ما هي دي برده بهدله ودي اهانه ليهم في الشمس. لا مش كده، ولسه تربيط، وفي الاخر خالص برده هيجيبوا الدراسه وهيحملوا ما هيدرس كده كده، هيجيبوا آلة. تدخل الالي، تدخل الالات موفر كتير جدا. المهم ان الاله تكون معموله صح عشان برده ما نضرش الفلاح. صاحب الاله لو الاله فيها حاجه هيعملها، الفلاح مش عارف يعمل حاجه. فانا شغلنا ان انا اريح الفلاح، مش صاحب حتى الاله كمان. رقم واحد الفلاح. اعتمد على حاجه، التعديل ده زود من سعر الضمامه ولا احنا بنزود من سعر الضمامه او بنقلل على حسب خامه الحديد اللي بتستخدمه؟ احنا ما بنستخدمش الترند بتاعه عشان نعليه، الشغل احنا مش بنحبه. يعني انا دلوقتي مش معنى ان الحصاله بتاعتي ناجحه اعلي من سعرها، لا ما فيش الكلام ده. يعني الفرق مش كبير؟ لا مش كبير. اللي بيغلي الخامه، اللي بيغلي الاله الخامه. اه الخامه علت، احنا كنا شغالين الخامه ب 18 جنيه، فجاه في اسبوعين بقت ب 32. فده اللي اه طبعا اللي لو دخلت على صفحتي حضرتك هتلاقيني منزل منشور ان انا هشتغل بنفس السعر، مش هزود على الاله حاجه. يعني انا لو كنت بكسب حاجه منها خلاص مش مشكله، يعني الموضوع يبقى برده يلم نفسه لحد برده لما ربنا يسهل، يعني جايز الحاجه تنزل تاني. مناسبه لكل المحاصيل، تتناسب مع كل المحاصيل. لا دلوقتي قمح، دي قمح بس. تمام، دي دلوقتي حاليا قمح. احنا في حاجه تانية بمناسبه السؤال بتاعها، احنا عندنا صدر تاني بيحش البرسيم، بيحش البرسيم وبيرحله في جنب كده زي ده كده بالظبط، بس اكيد البرسيم ما بتربطش بنفس النظام، بس مش كل التكلفه دي، التكلفه دي مكلفه جدا. التاني موضوع بس خالص، بيحش وبيجيب من تحت وبيرمي في جنب، ده برده كويس، دي موجوده. يعني ده يتناسب مع القمح، ده يتناسب مع القمح، وهو هيبقى نفس الجهاز بالظبط على الشعير، بس هيبقى بنظام مختلف في الصناعه من جوه مش من بره، يعني اللي هيفهمها اللي بيشتغل في مجالنا. وبعد كده هيقدر ان هو يربط حزم الشعير، هيربط حزم الشعير. اه برضه عندنا اللي هو ده يشتغل برضه في لو هنضم قطن، قطن بس يكون ناشف. في نفس الحصاده برضه للذره، بس مش تربيط برضه، بس بيبقى اعلى من كده بشويه لان الذره عالي. بالظبط، كل محصول باذن الله وليه الاله بتاعته. لا صغيرة. صغيرة صغيرة بالظبط وجامدة، مش معنى ان هي صغيرة ان هي ضعيفة، لا صغيرة وجامدة متينة، لان الخامات بتاعتها معمولة بطريقة كويسة واخدة حقها في اللحم. برضه نقطة المتانة دي. طبعا امال ايه؟ طبعا تحمل طبعا تعيش. طبعا امال ايه؟ خامة عالية، اللحام بتاعها عالي، كل حاجة فيها معمولة بطريقة كويسة. انت درست مشروع كويس ونفذته صح؟ درست ونفذت وفشلت ونجحت وفشلت تاني، لان طبعا كل شويه بعدل، اكيد مش مره واحده، مش همشي على رتم واحد. يعني افتح صدر شويه، ما تملاش الصدر قوي. افتكر دي من كام سنه، قلت لي الفكره دي مطبقه من كام سنه؟ خمس سنين ان شاء الله. احنا عملناها من خمس سنين. بدأنا موضوع التربيط من ثلاث سنين. تمام؟ الإضافة الجديدة من ثلاث سنين. نجاح المشروع قوي بقى السنة دي بالذات أو السنة اللي قبلها، لأن بدأ ينتشر، بدأت الناس الصوت الضوء يتسلط عليها. مش الضمامة الطبيعية اللي هو التعديل اللي دخل اللي بدأ ينتشر. موضوع الدراسة والله عشان برضو ما نشتغلش في كل حاجة، لان اكيد يعني ربنا بيوسع الارزاق. في ناس مخصوص للدراسة، يعني الدراسة الكبيرة دي لها ناس بتشتغل فيها. اكيد مش هنشتغل في كل حاجة. انت متخصص في الات الحصاد؟ انا بتخصص في الالات الحصاد. موضوع الدراسة هو شغل لكن انا مش بشتغل فيه، بسيبه الناس اللي بتشتغل فيه. ناس متخصصة كل حاجة في تخصصها. الدراسة الكبيرة لها ناس بتشتغل فيها، وفي حاجة اسمها مطلعة نازلة جديدة
حد اسمه السيد وحاجه اسمها تمام مريح، الناس شغاله كويس يعني ما شاء الله برده ناجحين فيها قوي يعني. انا بدعم كل اللي بيصنع قال على فكره. يعني في ناس برضو زمايلي شغالين برضو على حاجات تانية كمالة شغل. دي فدان بس هو طول شوية لانه شغال جنب واحد هو المفروض يلف داير ما يدور. هو لو واخد داير ما يدور كده لكن هو بروح فاضي وبيجي مليان، بروح فاضي وبيجي مليان كده واخد معاه. لكن هو لو بصيت اللي الجنب اللي احنا خلصناه هنا اكبر من الجنب اللي لسه ما ضمش، فلو كان شغال داير ما يدور كان خلص من ساعتها. الكومباين كان يعتبر تطور للحصاده اللي هو يعني، لان في ناس بتستخدم الكومباين وفي ناس بتستخدم الحصاده، بعيدا بقى عن التطور. لا احنا قلنا الفرق في اول اللقاء. تمام. احنا قلنا في الاول عشان استهلاك الوقود عشان خاطر اعطال الكومباين بقى كتير. ازاي بيعطل ازاي؟ اقول لك اعطاله كتير ازاي. يعني ده زمان ده عطله في المكوك، في ممكن جنزير اتقطع، السير اتقطع، وطبعا ده ما بيحصلش الا كونه فين وفين. ممكن الموسم كله ما يحصلوش حاجه بفضل الله مع مراعاه الصيانه. الكومباين عندنا بيمشي على كتاين جلد، كتاين طويله كده، ده ممكن تقطع كل 5 دقايق، غاليه مش رخيصه، بيقتل وبيقف. استهلاكه في الضوافر لا حوارات طويله قوي قوي قوي، لو قعدت اشرحها بدينا ساعه، لان انا اصلا بتاع كومباين. موضوع الكومباين اعطاله كتيره، وعلى فكره يعتبر كل اصحاب الكومباين دلوقتي كلهم بالكامل يعتبروا بيفضوا موضوع الكومباين للقمح وبيشتغلوا في السلم دلوقتي. التطور الجديد لان هم لهم الاوفر، هم عايزين الاوفر يعني. ايوه طبعا. انت فهمت الشغل على العامل؟ انا طبعا على صاحب الحصاله وعلى صاحب الارض ان شاء الله. احنا للناس اللي هتفهم الشغل اللي احنا بنتكلم عليه، الحبل بتاعي ده لازم يكون مربوط في اهو. بص هنا عشان تبقى برضو عندك خلفيه، هجيب لك المكان اللي بتربط منه. ده الفيونكه اللي هي تتربط فيها اللي مكوك بيربط الصغيره دي. تمام. لازم تكون مربوطه بالشكل ده، ولا تكون ماسكه قوي ولا تكون فاتحه قوي، ده برضو احنا بنعاير. الرابطه مش تحت خالص ولا فوق خالص، في مكان معين على اساس برضو ان هي تنزل بالشكل اللي انت شايفه. لا هي مش سهله كلها. طبعا امال ايه. وعلى فكره مش كده بس، احنا بنحدد الرابطه الكبيره دي، الشده الكبيره دي، ممكن تكون صغيره ممكن تكون كبيره. يعني انت اللي محدد ده هنا؟ طبعا. والله الرابطه كبيره يبقى في الحموله اسهل، لكن الرابطه صغيره بدل ما نشيل واحده هنشيل 2. وبعدين انا عندي المكوك بتاعي ما دام هو بيتسع الحجم الكبير خلاص اللي هي صغره. بالظبط. انا بصغر لو هو مثلا مش هيستوعب كل القش اللي دخله. يعني انت اللي بايدك تتحكم فيه. ان شاء الله. انت اللي منظر الحزم وهي متستفه يعني مترتبه بشكل متناسق. موضوع الترتيب ده برده على فكره مش سهل. مش كل الحصاده برضو اللي بتنزل ترتب زي ما حضرتك شايفه. في بتبعد الشده بعيد، بتجيبها قريب، بتنامها على جنبها، مش عارف ايه الحاجات دي برضو. يحدفها لورا. بالظبط. فهي برضو موضوع بياخد وقت كبير. ويحدفها لورا دي ممكن يدوس عليها وهو راجع. وراجع يدوس عليها. او صاحب الارض يفضل يخلها له بقى يشيلها له واحده بواحده كده. بالظبط. فده هيثبت المحصول. بالظبط. ومش هنقول ان هو بيفضل يربط كل دول ما فيش واحده بتفك او اثنين. لازم واحده تفك او اثنين تفك، لان ده مكوك مش عقل بني ادم. كل سنه ان شاء الله. طبعا على حسب الاعمال اللي صاحبها. ايا كان. ايا كان كل سنه. كل سنه. اي آلة كل سنه. وبعدين السنه ده بنتكلم في شهر. هو شهر. هو بيجي قبل ما يدخل الموسم بتاعه بيكون مصين الاله بتاعته مجهزه على الشغل، ينزل يشتغل عشان لا قدر الله ما يبقاش فيه عطل، لان لو ما صينش الاعطال هتبقى كتير. في سؤال محمد بيقول لك ضاح، بيقول لك هل الحصاده بتجيب القمح اللي على بيت الارض مايل يعني ولا ما فهمتش؟ قولي له احنا بنجيب القش المايل من وشه مش من ظهره. الكومباين بس الميزه الوحيده اللي فيه الجميله، هو فكرني بحاجه زي دي عشان ما نخسفش من الكومباين الارض يعني. الميزه الوحيده في الكومباين انه بيجيب القش النايم من وشه ومن ظهره من اي مكان. دي بس.
مسته بس يجينا من اي مكان بيوقفه، لان ليه عمليه ضوافر بتوقف القش، لكن ده ما بيجيبش القش الا من وشه بس، لو مايل يجيبه من وشه ما يجيبوش من ظهره. يعني هنا الكومباين تميل. اه طبعا، امال ايه. اي سؤال انا ما عنديش مشكله في ردك. لا السعر ده بيكون خاص ان شاء الله عشان انا غالي شويه. انت قلت انا مش ان شاء الله. لا لا انا غالي شويه. لا السعر ان شاء الله، اللي محتاج يعرف الاسعار بيدخل عند الخاص. كلم ال، لا دي مش بتاعتي، ده صاحب الاله هو اللي بيقول. مش انا الارض معانا. حصان الفداني كلفك كام؟ نعم لا ده حاجة حلوة خالص، أحسن من رجالة كتير وأحسن من الكومباين. زيك الأول. الله يخليك. الله يصلح حالك. طيب. أنت طيب الله يخليك. الله يصلح حالك. اسمك إيه؟ جمال عبد الله فتحي. الله يصلح حالك. يعني الابتكار أو التطور أو التحسين اللي دخل على قد الحصان. لا دي حاجة حلوة، حاجة حلوة خالص ومريحة في تيجي في ما تيجي تدرسي أقل أنفار تكف. لأنك أنت ما بتيجي تشتغلي يعني لو أنت شوفي حاجة نظيفة يعني بصي بتمشي تحطها على مؤاخذة على مطية وأي حاجة تلم عليها تبقى حاجة حلوة خالص، ولا بتعوز لم ولا بتعوز أي حاجة. أنت أنا شايفك قاعد مرتاح النهاردة. ما هو أنا لازم أرتاح، أمال أنا جايبها ليه؟ ما أنا جايبها لازم عشان أرتاح، أمال أنا جايبها ليه؟ الشعور في إيدك برضه. يعني أي حاجة كده بس في ريح الحد في ريحني. تحط بصمتك، تسيب الماية. برضه دي أرضك. ما انا لازم ابقى موجود عشان ابقى احضر حاجتي. الحمد لله يعني حاجه حلوه خالص والواحد مريح. انا لو كده حصد لي قبل كده انا مش كنت اشتغلت خالص، انا كنت قاعد ومش عملت اي حاجه خالص، بس كمان كنت موجودين ادينا بنلف معاكم كده برضه. منورنا الله يخليك. حضرتك الاول كنت بتحصد ازاي؟ كان بالكومباين او بالرجال. الله يصلح حالك. الله يبارك. الله يخليك. الله يصلح حالك. لا شكرا ليك يا عماد على الابتكار الجميل ده، وجودك معانا تحت امرك. نتمنى دايما يعني ان شاء الله طول ما في العمر بقيه في انتاج وفي تطور وفي ابتكار وفي تعديل وفي كل حاجه كويسه اللي تريح الفلاح وتريح صاحب الاله وتريحنا شخصيا، وما تخليناش ان احنا نحتاج. احنا مش عايزين نحتاج اي دوله خارج مصر، عايزين نصنع في مصر، نشتغل في مصر، عايزين احنا اللي نطلع بره مش احنا اللي نجيب بره. ده كل همي وده كل هدفي ان شاء الله. امين يا رب. كنا معكم مشاهدينا من حقول محافظه الدقهليه مع الشاب عماد اللي ابتكر اضاف تعديل وتحسين على اله الحصاده او الضمامه التقليديه اللي يعني معتاد انها بتستخدم في حصاد محصول القمح. هو بطبيعه شغله ان هو بيشتغل في المجال ده اضاف تعديل على اله الحصاده او الضمامه بحيث ان هي تنتج انتاجيه اكبر، تشتغل بشكل اسرع وفي وقت اقل، وكمان يعني توفر من الجاز ويكون بس عامل واحد هو اللي بيشتغل عليها وتحافظ على محصول الفلاح. يعني التجديد اللي هو اضافه زي ما احنا شايفين يعني سهل مهمه الفلاح وسهل مهمه كمان عامل الحصاده. حاجه جميله بايادي مصريه، ويعني زي ما احنا شايفين قد ايه الفلاحين هنا مبسوطين وسعداء بالتطور اللي بيحصل اول باول واللي بيسهل من شغلهم ويعني في الاراضي والحقول. كنت معكم مرام محمد، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه.